الحرارة اللي بتطلع من النار، يعني هواء سخن كده من النار بيطلع من مكان بعيد بعيد بعيد، يطلع شوية هواء من النار يروحوا نازعين فروة الرأس، فجأة ما يلاقيش شعره ولا جلد شعره، يبقى هيكل عظمي من شوية هوا بس. ده المتكبر. تقبل وتقبلي أن الملائكة تفعل فيك وفيك يوم القيامة هذا الأمر. اللهم باعد بيننا وبين المتجبرين والمستكبرين والمتكبرين يا رب العالمين. اسمع، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله: يخرج من النار عنق. يا ساتر. الناس ركزوا معايا شوية، الناس في عرصات القيامة واقفين، الإنس والجن، ده هذا يقف هنا وهذا هنا وهذا هنا، الكل يقف لا يستطيع الحراك. يوم لا يتكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فلا تسمع لهم إلا همسة. لو رميت إبرة في الأرض تسمعها، ما حدش بينطق. شوف مليارات البشر، مليارات من الجن، مليارات من الملائكة، ما فيش صوت. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، كل صفوف، ونفخ في الصور. ركز معايا، ركز شوية، ركز. أول ما يتنفخ الصور يخرج الناس في الأرض الجديدة اللي بقول لكم عليها ديت، ويبقوا صفوف. اسمع، صفوف ديت مفيش فيهم واحد بيتكلم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية، فهل ترى لهم من بقية؟ وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخطيئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الرابية. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى. ولذلك لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ عاوز يهرب بالتكبر بتاعه، أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. بس هو ده. عشان كده ما في واحد بيعلي صوته ولا يرفع صوته ولا يتكلم إلا بإذنه. اسمع، يخرج من النار في عرصات القيامة دي بقى، في تيجي النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها شهيق وزفير، يطلع من النار عنق. عارفين العنق؟ عنق منطقة دي زي الرأس كده، بس حاجة بشعة. يخرج من النار عنق له أذنان تسمعان، وعينان تبصران، ولسان واحد بس ينطق، يقول: وكلت بثلاثة. أنا طالع من النار عشان ربنا قال لي أخذ ثلاثة من عرصات القيامة أحطهم جوه النار،
أول واحد فيهم مين يا شيخ سالم؟ اسمع، وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد، المتكبر اللي بقولك عليه عنيد. يا ساتر يا رب، يا ستير يا الله، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تطرد الكبر والاستكبار والطغيان من قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والله لن تتحمل، والله لن تتحمل. عشان كده صليت وصمت وانت فيك الصفة دي، عوضك على الله. لو في قلبك مثقال حبة من خردل لأكبك الله على وجهك في النار، لو في قلبك مثقال ذرة من كبر أكبك الله في جهنم والعياذ بالله. ويخرج يوم القيامة عنق وكل بثلاث بكل جبار عنيد. والحديث عند الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وعن أبي هريرة قال رسول الله، يقول الله تعالى سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. خلاص نزلت انت من نظر الله عز وجل، خلاص مالكش قيمة عند ربنا، ما فيش حب. لو أحبك لرحمك، لكن انت كنت فيك صفة التعالي والاستكبار والكبر والغرور، عشان كده خلاص أكبك في جهنم. بتنازع ربنا في اسم من أسماء وصفة من صفاته، بتنازع ربك فيها سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. رواه الإمام مسلم رواية صحيحة. شوف دي العقوبات عاملة ازاي. أنا عمال أجيب لك من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ده عارف عند الموت كارثة ومصيبة. والله متكبر ما بيموتش على لا إله إلا الله، ما بيموتش عليه، لا يموت على لا إله إلا الله إلا من استقام لله. إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله ثم استقاموا متضعين. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. طب وهنروح فين؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. إحنا نازلين مخصوص بأمر الواحد الأحد الكبير المتعال، نازل لكم مخصوص عشان نثبتكم على لا إله إلا الله. كنتم متواضعين في الدنيا، ما تكبرتم على الله ولا على خلق الله. اللهم ارزقنا يا الله حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. والرسول يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والرواية صححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. اسمع اسمع، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد. وعن حذيفة قال: كنا مع رسول الله في جنازة قال: ألا أخبركم بشر عباد الله. أنا عمال أجيب لك صفات غريبة أول مرة تسمعها. شر خلق الله عارفين مين؟ واحد يقول لك اللي كذا، لا مش هو. طب اللي كذا شيخ سلام، لا مش هو. طب واللي كذا، لا مش هو مش هو. امال انت قصدك مين؟ شر عباد الله والعياذ بالله اللي فيه صفة الكبر، ده شر خلق الله، شر. ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر، الفظ الغليظ، يعني الفظه صعبة، عنده الجفاء. واحدة بتقول لأمي عمرها ما قالت لي كلمة فيها رحمة، عندها غلظة، ما بعدها غلظة. الحجر فيه رحمة أعظم من أمي والله. ولذلك أبعد الناس من الله غليظ القلب. اسمع اسمع، ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر.
هو ده شر خلق الله، هو ده شر خلق الله. تقبل على نفسك تكون شر خلق الله؟ حرام عليك والله، وحرام عليك يا أختي. حاجات تافهة ما لها قيمة. علامة تكبر بعضنا على بعض. ده احنا أولنا إيه وآخرنا إيه وإحنا رايحين فين؟ علامة تكبر بعضنا على بعض ليه وعشان إيه أصلا؟ عشان منصبك بكرة هيزول منك، عشان لبسك، لبسك بكرة هتسيبه وهيدوب في الدولاب بتاعك، هيدوب، ابنك مش هلبسه أصلا. كبر على الناس بفلوسك، الله أعلم في لحظة تلاقي كل اللي راح. فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض.